سمينا بزاف. يا الميطة وين كنتي هاكا اللي وزعت الطول؟ يا البوطو اكرك بامك. نهضروا في الناس، نضحكوا عليهم، نقطعوا ونمنشروا، نشاغلنا بعيوبهم ونسينا عيوبنا. المرء راه مطالب بإصلاح نفسه أولا وسيسأل عنها قبل غيرها. ربي يقول كل نفس بما كسبت رهينة. ثم راح تسأل على نفسك، ما راكش راح تسأل على هذوك الناس اللي راك تعس فيهم. الحسن البصري واش يقول؟ أدركت أقواما لم تكن لهم عيوب فتكلموا في عيوب الناس فأحدث الله لهم عيوب، وأدركت أقواما كانت لهم عيوب فسكتوا عن عيوب الناس فستر الله عيوبهم. وحنا نحوسوا غير على السفيرة، الضحك والهدرة والاستهزاء تاعك هذوك غير خليهم أكوتي. هذاك اللي راك تضحك عليه على الوزن تاعو على الطول تاعو ما يحتاجش الرأي تاعه، انه قبل ما يخرج من الدار قابل المرايا وشاف نفسه. ايش تزيد تجي انت وتفكروا؟ اهتم بعيوبك واترك عيوب الآخرين واصلح نفسك كي تصلح الآخرين، وميز بين النصيحة والفضيحة. كن على يقين انك اذا سترت واحد ربي راح يسترك، واذا كشفت واحد ربي راح يكشفك. كما تدين تدان. تغلط استفيد من الغلطة تاعك صح ما تعاودهاش. الناس كل تغلط خلاص يا سيدي يعني معاك، الناس كل تغلط بصح يستفيدوا من الغلطة تاعهم وما يكملوش فيها. انا شخصيا اذا غلط نفرح. علاش نفرح؟ باسك غلطت وانا صغير، اسما نستفاد من الغلطة وما نزيدش نغلط في المستقبل ان شاء الله. لا تبكي على شيء مضى بل اجعله درسا لك، واعلم ان الضربة التي لم تقتلك فانها زادتك قوة. روح وحدك وشوف جميع الناس العظماء وجميع الناس اللي راهم ناجحين ضك، تلقاهم جازوا بغلطات أليمة وماضي أليم، هما برك ما كملوش في الغلطة تاعهم واستفادوا منها. وبزاف ناس فينا اذا غلطوا يقلقوا يبكي يزعفوا يقول لك علاش انا صرات لي هكذا، يا واللي فات مات. استفيد من الغلطة تاعك، ما تكملش في نفس الطريق، ثق بربك، ثق بنفسك، فليس كل سقوط نهاية، فسقوط المطر أجمل بداية. لا تهتم لما يقال عنك، فأنت تعرف من أنت، ولا تقلل من قيمتك، فسر الفشل هو محاولة إرضاء الجميع. إرضاء الناس، صدقني إنه إرضاء الناس غاية لا تدرك، غاية لا تدرك. رسول عليه الصلاة والسلام اللي يدعى الناس للخير والدين الحق قالوا عليه ساحر ومجنون. كيفاش تجي انت والله تجي انت وترضي وجنون الناس؟ شوف اذا قاسوك بكلامه ما تقيسش نفسك بكثره التفكير، علاش قالوا لي هكذا وعلاش داروا معايا هكذا. ثق بربك، ثق بنفسك، راجع نفسك، راجع الغلطات اللي درتهم واستفيد منها. رضي ربك، رضي والديك، بعدها لا تهتم لمن يحبك ولمن يكره. سالوا حكيم قالوا له لماذا لا تنتقي من الذين يسيئون إلي؟ رد ضاحكا وقال أمن الحكمة أن أعض كلبا عضني؟ لا تدعهم يعرفون عنك سوى سعادة ولا يرون منك إلا ابتسامك، فإن ضاقت عليك ففي القرآن جنتك، وإن آلمتك وحدتك فإلى السماء دعوتك، وإذا سألوك عن أخبارك فاحمد الله وابتسم. الحمد لله.